جاءت هذه الأيام أو اخترنا لهذه الأيام الأدبية محورا نراه محورا هاما ويحظى بالكثير من الاهتمام مؤخرا، وهو الذاكرة الوطنية. فحملت هذه الأيام الأدبية الأولى شعار حضور الذاكرة في أدب الشباب، لنقول بأن الأدب كان حاضرا وتسجيلا وتوثيقا للذاكرة الأدبية، لذاكرة هذه الأمة، لتاريخها الحافل بالأمجاد والبطولات. الهدف الأساسي من تنظيم هذه الأيام الأدبية هي أولا تفعيل الصحة الثقافية بالولاية، كذلك احتكاك المبدعين الشباب بالولاية بشعراء، يعني شعراء كبار في ولايتنا المجاورة، الولايات القريبة، يعني الولايات كولاية الواد، ولاية بسكرة.